مرحبا مشاهدينا، الحلقة الثالثة من شو تبي. فريقنا موجود قدام مارينا مول الآن الساعة 10 الصبح، ورح ندخل نتعرف على مشترك جديد. المشترك هو محمد، يريد شيء معين. احنا فريقنا والخبراء راح نساعده، طبعا نحاول نوصله الى شيء صحيح. مشاهدينا، الدنيا حر شوية، ندخل للمول نتعرف على محمد. يلا اخ محمد. هلا مصطفى. هلا حبيبي. تمام تفضل. شو الحمد لله. شو اخبارك؟ شو مسوي؟ كرشي احمر برشلوني، عاملين لك جو هلا من اولها برشلونه. انا محمد حسن من الاردن، عمري 24 سنه، لي تقريبا سنه بالامارات. قدمت على برنامج شو تبي لانه طلبت كذا شغله بدي اياهم للبيت كانترتينمنت. كنت طالب تلفزيون وساوند سيستم وتابلت. وبدي اقدمهم على اساس اشتغل فيهم، العب فيهم بلاي ستيشن، احضر عليهم موفيز برشلونه مباريات، لاني ام سو ادكتد تو برشلونه وحاب احضر عليهم مباريات لقدام. شو القميص الابيض هذا؟ شو ايش فيه؟ انا ضد الاحمر على فكره. ضد الاحمر؟ إيه. حلو. طب ازيح انا لهون شوي. برشلوني مبين طبعا. اوكي برشلونه برشلونه. جود لك. تسلم. الكلاسيك كل جمعه هو بنشوف يا سيدي، برشا ولا الاحمر ولا الابيض تبعك. يلا خلينا نشوف. ان شاء الله. شو تدور على شو تدور؟ والله بدور على عروس، بدور على تلفزيون في الوقت الحالي. عروس نلاقي لك عروس يا جماعه، شوفوا عروس وين؟ في المول، لفينا لفه بالمول. موجودين بالمول احنا. بشتغل مجال الميديا في الوقت الحالي، وان شاء الله برنامج شو تبي يساعدني في الموضوع اني احصل اللي انا بدي اياه. زهير مبين محمد. زهير. والله مش ببرنامج، فيش عندي نوم. فيش. زين نروح نتوكل نشوف جنبه. اوكي يلا بلكي عم يطلع. تمام ان شاء الله. يلا سيد اشرف. اهلا وسهلا. صباح الخير. اهلا وسهلا محمد. اهلا وسهلا بك يا محمد. ازيك؟ شنو الاخبار؟ الله يخليك. تفضل. شكرا. تلفزيونات كاميرات. طيب محمد ناوي. كل اللي انت عايزه موجود. محمد هو ناوي يشتري الكترونيات للبيت. تمام. ألف مبروك على البيت الأول. الله يبارك فيك. تسلم يا ربي. انا اللي عم بدور عليه، بدور على تلفزيون ال سي دي 45 انش 46 انش. بدي اشتري مايكروويف، بدي اشتري بلوزه معك. تمام. بدي اشتري بس ال سي دي، بدي اشتري ساوند سيستم، وبدي اشتري تابلت. تمام. بس انت اعطيني نصيحتك. ال سي دي ولا ال اي دي؟ لا ال اي دي، كل ال سي دي. في عندك ال سي دي مش ال اي دي؟ انا اشرف سعد، بشتغل في قسم السوني في معرض جامبو المارينا مول. طبعا يسعدني ويشرفني ان انا اكون في استقبال طبعا استاذ مصطفى ومحمد، وساعدهم طبعا ان هم يختاروا في ولاقوا الديل اللي هم يناسبهم. يعني لا، خد ال LED احسن. طيب اوكي ورجين ايش عندك. شنو الفرق بين ال LED وال LCD اشرف؟ الكواليتي طبعا بتاعت الشاشه، وضوح الالوان، السمك بتاع الشاشه نفسه، رفعه الفريمز، الحاجات دي كلها. من الاحسن ال LED طبعا؟ ال LED طبعا. ال LED احسن مطورين وكمان اكتر يعني. تمام. زائد الموشن كمان، الموشن فلو في التلفزيون عالي كمان. ايوه تمام. اللي يعني بالبلدي كده زي ما احنا بنقول كعربي يعني. أيوة. الكواليتي بتاعت الشاشه اثناء الكاميرا ما بتتحرك. انا بدي اللي بتطلع الشغلات اللي عندك هذا ايش بسموه؟ لا انت عايز تطلعها ولا تدخلها؟ على فكره انت ممكن تعمل جاست تطلعها وتدخلها. ما هو هاي بديها من النظاره. لا تطلع ولا تخش تقعد معاهم جوه. طب ايش البادجت؟ انت محتاج يعني انت محتاجه 3 دي ولا ال اي دي عادي؟ هو في ال اي دي 3 دي، في ال اي دي بدون 3 دي. اوكي. وفي ال اي دي ب 3 دي. اوكي نشوف ال اي دي اللي ب 3 دي. ال اي دي اللي ب 3 دي. طب انت البادجت بتاعك كام الاول عشان لكل اللي بدي اياهم، لكل الشغلات اللي بدي اياهم تقريبا 3000 درهم. كل الحاجات بالمايكرويف ولا لا؟ بغير غساله. انت شو تريد؟
انا اللي بدي اجيبهم تلفزيون وبدي اشتري تابلت وبدي اشتري ساوند سيستم، ساوند سيستم عارف للبلاي ستيشن. طيب انا هعرض عليك ليش ما تشتري. كم البادجت؟ 3000. وكم انش التلفزيون؟ 46 مثلا. لا اخذ بروجيكتر، اعطيه بروجيكتر داتا شو؟ اوكي واعطيه 60 انش ما تقدر محمد وياخذني انا مع البيع. طب شو شو احسن شيء ممكن انا احصله في البادجت هاي؟ في شباب زي محمد كتير بيجوا وبرضه بيبقوا معاهم نفس الرينج برضه في حدود 3000، بس بنحاول برضه ان احنا نوصلهم لبرضه للحاجه اللي هم عايزينها، وفي نفس الوقت ان هم برضه يعني ما يطلعوش بره الرينج اللي هم حاطينه للحاجه اللي هم يختاروها. يعني انا هحطه في غرفه القعده لانه الشباب بس يجوا عندي اكيد مش مساحتها كبيره بالظبط. هي منيحه بس انا اهم شيء عندي ببرشلونه فبدي احضر عليه برشلونه. انت بلاي ستيشن بقى بلاي ستيشن وكاس العالم وكل شيء بدي احضر عليه فبدي اياه يكون محتاج تلفزيون تخش جواه. لحظه اشرف انت تشجع برشلونه؟ برشا حتى النخاع. يلا سلام عليك. مش معانا مبين الابيض اللي لابسه من الصبح. بالنسبه للشاشات مثلا يعني ما اقدرش اقول لك اكتر شاشات بتتباع ايه واقل شاشات بتتباع ايه لان هي عمليه برضو متفاوته. يعني في ناس بتاخد شاشات للهول مثلا ريسبشن كبير، في ناس بتاخد شاشات لغرف نوم، لغرف اطفال. اشتري بس تلفزيون يا اخي، لازم ساوند سيستم؟ لا هو معاه لازم ساوند سيستم، بس انا بدي اساله اياه هل هذا ممكن اشبكه على الانترنت؟ يعني طبعا هو انترنت تي في تمام، ممكن انترنت تي في وفي 4 اتش دي ام اي خوالي وفي 2 اس بي تمام. الموشن بتاعه فيسبوك تويتر كله من شبكه. لحظه اشرف هذا ال اي دي صح؟ ده ال اي دي. فطبعا ال اي دي اغلى من ال جي، وعلى فكره هو احسن تلفزيون في ال 32 انش في ال اي دي. حلو تمام وسعره مناسب جدا كمان ليك، بس زائد انت كده كمان مش هتعدي يعني ممكن توصل تحت ال 3.5 كمان. بس اشرف ساعدني يعني كان عنده الاكسبيرينس كفايه من جنبه انه يساعدني يعني بالبادجت وعرف المعلومات اللي بالضبط بدي اياها، وجهنا التلفزيون الصحيح وكان اختيار موفق ان شاء الله. مثلا شيء ثاني خيارات الحاجه الاكبر تانية. شويه طبعا ده ممتاز جدا، بس ده طبعا اعلى من البادجت بتاعك. اه ده برضه ده ثاني تلفزيون في سوني على فكره. طب لازم هذا شو وضعه؟ هذا ايش وضعه؟ هذا ال سي دي وسعره لذيذ اه بس مش هيديك الحاجات اللي انت عايزها. اوكي ماشي حتعطيني اياها مع الساوند سيستم انا موافق ما عنديش مشكله. لو حطيت بس انت مش هتعرف تتفرج على هتخيلها مش مشكله يا حبيبي. اوكي لحظه مش لو حطيت مع ال سي دي اتش دي كيبل تتحسن الامور؟ ال اتش دي كيبل ماشي مفيش مشكله. هو المباريات نزلوها اتش دي مش بتاعتها فول اتش دي. حلو فول اتش دي تمام. طيب بس انت دلوقتي تغطيت على كل اللي انت كنت عايزه. مش مشكله انا بما انه 40 انش. طب ما عنديش مشكله. لو مش مشكله بقى يبقى تاخد حاجه ثانيه بقى. طب نشوف اديك 46 انش ب 3000. اشوف. طب اورجيني والله هو لما جاني وقال لي ان هو معاه بادجت 3000 انا حاولت ان انا برضو ايه يعني ما اصدموش بمعنى اصح يعني واقول له ان هو يعني مش هيكفي مثلا لان هو يعني هو هيزيد حاجات بسيطه مش كتيره يعني. تمام فحاولت وصلت له الموضوع لنفس الرينج اللي هو عايزه برضه بحيث انه ياخد حاجه كويسه ويكون راضي عنها وما يكونش برضه ايه ضحى باكتر من اللي هو عايزه يعني. فانت عرفت شو البادجت تبعتي وانا صراحه شفت تلفزيون واحد ومعجب فيه من اول ما دخلت اللي هو السوني هذا. ده؟ هذا السوني انا صراحه والله يا مصطفى حاسه من الاخر. طب انت قلت لي انت اخرك 3000 صح؟ يعني ممكن يعني ماشي اوكي. انت لو حولتهم 5 دراهم وفردتهم اساسا مش هيكملوا تلفزيون. ليش؟ طب هيو ايش مش كاتب عليه 29؟ لا 29 و3 ساعات. طب انا لا وعلى فكره 3 ساعات 29. لا في نظارات ممكن تشتريها ب 3000. لا 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 هو في بديل كويس برضه وهيبقى في نفس الكواليتي. اوكي بنشوفه مش غلط. تمام في حاجه زي كده والله هم ال 3000 درهم اللي كانوا معي كنت يعني ناوي اجيب فيهم كذا شغله، بس بعد ما جيت هون على جامبو ساعدوني انه انا اخذ افضل شيء فيهم. ده كويس جدا على فكره، بس هذا البادجت تبعه اعلى من اللي انا حاطه براسي يعني صراحة. ده اعلى من وده مش اعلى؟ والله سخنت على ال 30000 هذا لحاله بده قرض وبده قصه عشان اجيبه، بس الموضوع مش سهل يعني. بلشت نحوش بدي افتح لي سقاطه صغيره احطها في البيت عندي اكتب عليها سوني 30000 وان شاء الله ينزل سعره ليوصل لنوصلها. بس انا بدي اعرف ليش 30000 فهمني، انا بدي اشوف ليش 30000 في مجال ال 30000. طب تفضل استريح. خليني انا اعرف ليش 30000. مواضيع نظاره مش عشان النظاره على فكره. لا ها النظاره دي هديها لك بتدوري. انا ما بديش نظاره. لو موضوع 30000 نظاره انا ما بدي نظاره بجيبها. لا هو هيجي معاه 10 نظارات لوحده ما تقلقش يعني. تمام ده افضل تلفزيون في سوني. اوكي تمام والله معاه 10 شاشه موجوده. اه والله لا والله اه والله بيعمل اه والله في عرض مع ان هو بيجي معاه 10 بس انت خد الاول. طيب
خدوا نتكلم في النضارات بعدين مش مشكله. طيب هديك نضارات وهديك ال الدرهم هذا اهم شيء يرجع لي مش عارف. ما هديهولك بس انت تدفع 30 كاش. كاش مين؟ انا حمضي لك كوبايات الكاش. بس لحظه يعني تخيل انت قاعد انت وعائلتك وكلكم لابسين نظارات. في يعني ما هو احسن عشان ما حدش يتكلم على الثاني. كله تلاقي في النظارة اللي النظارة بنسمع ولا بنشوف فيها. خلصنا من البلاك بيري وخلصنا من ايفون صرنا لابسين نظارات قاعد. ما هو البلاك بيري خلى الناس تعمل حوادث. اي والله تمام وعلم الناس تسوق برجليها مش بايديها. اي والله صح ولا انا غلطان؟ صح بس والتلفزيون بقى بيلهي. طب بس اللي عنده وقت انا بدي اشوف. انا لسه ما شفتش. انت عندك وقت تتفرج على التلفزيون؟ انا لسه ما شفتش مرات مصطفى كل سنتين مثلا خمس دقائق بنشوف ايش. يلا خليه يشوف محمد راح يموت بدي اشوف 30,000 انا هم هيطلعوا. حلو. طب تحب انت ايه بقى؟ والله في ممكن انه اذا في ممكن يطلعوا لنا ممكن نتعرف على الشباب. يلا برا يعني هتدفع كام طيب لو طلعوا؟ ندفع الدرهم هذا الفرق مال 30,000. اذا الدرهم هذا بده يرجع لي لان هذا ترويحتي بالباص. مطفيه عندك الحين. على فكره بالنيه هي على فكره صح انت نيتك كويسه. مصطفى هيك شوي مش اشرف مصطفى اشرف انت تريدي لف معاك على فكره. لا انا حسيتك للحظه طلعت. خليه يعيش 30,000 بس ماشي. اشرف انت هيك بالظبط بنص الشاشه. القعده ما تفكرش ان حاجه فيها انا حاجه فري. ما فيش حاجه فري. يعني طب احنا هناخد واحد فشار وواحد بيبسي كمان وشيشه. والله انا مصطفى عشت تجربه 30,000 وعشرة تجربه الثري دي. فثري دي و30,000 يعني لازم نلاقي لهم حل مع بعض هذول الثلاثه. اوكي اشرف انا حكون معك صريح. اخر شيء انا استبيت عليه ممكن اقتنع فيه اللي هو السوني هذا. لا هو ده مش اللي انت تقتنع بيه. اللي انت نويت تستلف من اللي جنبك ال 600 درهم. انا زي ما قلت صح تسلفني. بص مصطفى بص مصطفى بص الناحيه الثانيه بص ولا اعرفك دلوقتي وقت الفلوس. مصطفى ال 400 اي 400 والله نظرا للظروف الحاليه يعني البادجت اللي معي هي اللي كانت 3,000 اللي انا كنت حاططها للتلفزيون. بس لقدام ان شاء الله ممكن الواحد يكبر البادجت ويشتري تلفزيون اكبر بس نظرا للاوضاع الماديه اللي انا فيها حاليا. لا بس صراحه اشرف احنا صورنا مع مشتركين قبل هي قنوع ما شاء الله عليه وسهل وايزي فيري ايزي يعني. خلاص يا عم القناع توكل على الله وخذ ده. بس على فكره انا بحكي لك موضوع الجمعه انا جد انا جاي الكلاسيكو احضره هون. تعال يا برشلونه ده كل المحل بص تعال من الصبح لغايه انا اجازه اساسا اليوم ده. تعال مع بعضك انا جاي وياك حتى نشوف برشلونه تخسر. ماشي بس نشوف بس هو العرض الكويس بالنسبه لك دلوقتي حاليا هو التلفزيون ده okay. ده حوالي 2799 اوكي okay. تمام زائد 800 اللي هناك يبقى انت كده ايه تحت ال 4,000 وشويه. خلاص يعني ده ممتاز جدا ليك. انت عندك 3,000 قلنا كم يعني رح تطلع الفاتوره؟ يعني قول مثلا 3,000 يعني تقريبا 3,500 ونص. 3,500 اوكي جميل تمام ده هيبقى كويس جدا. وال اي دي وخدت شاشه 40 انش كده. وعلى فكره الشاشه دي كويسه جدا فول اتش دي على فكره. طب هذا مين هيجيبه على مين هيرن؟ احنا بنوصله لغايه البيت. حلو بس تبقى هناك. والله مشغول انا يعني خميس جمعه سبت مشغول عندي مباراه. يلا تمام بس انت وقت ما تبقى فاضي اتصل بينا قول لنا ابعتوا لنا التلفزيون. خلاص اوكي ان شاء الله. شكرا كثير لك اشرف. اهلا وسهلا بك نورت وشرفت. الله يبارك فيك حبيبي. الف مبروك. اهلا وسهلا. نروح نكمل اجراءات. انا بدي اشوف هاي كنت يلا 3 دي فيور. 3 دي فيور. يعني مش عايز اقول لكم شرفتونا ونورتونا والله بجد ونتمنى نشوفكم هنا عندنا دايما حتى لو بدون تصوير يعني تبقوا تشرفونا هنا. اهلا وسهلا بكم. فعلا خلصنا ويا محمد ما شاء الله عليه عسل قنوع. خلصنا كل شيء بسرعه اختار بسرعه. فالان راح اخذكم برحله راح اعزمكم برحله. وين العزيمه شنو هي العزيمه خلينا نروح نشوف. بس قبل نروح لبسوا شورت وتيشيرت راح تعرفون ليش. يلا وياي. مرحبا بكم رجعنا لكم ورحله قلت لكم عازمينكم على رحله. تمام موجودين بالصحراء مثل ما انتم شايفين في صحراء ابو ظبي بالبر مثل ما احنا نقول طبعا بالبر. واللي راح يصير راح نتعرف على ناصر. راح تعرف على ناصر. ناصر شو يريد بالضبط خلينا نشوف. ناصر
وهلا بناصر هلا. يا حي الله. وهلا بيك هلا. يا مرحبا. حي الله. الله يسلمك. شلونك ناصر؟ الحمد لله رب العالمين. اوكي ناصر، شو يريد ناصر؟ ليش احنا بالصحراء؟ خلينا نشوف. ناصر طبعا راح يشرح لكم. والله انا حاب اتعلم على السواقه في الصحراء والمغامرات الصحراويه في صحراء ابو ظبي. انت من يمتى عندك الفور ويل؟ انا الفور ويل كملت سنتين عندي بس بعدني ما طلعت فيها. ما يعني جربت. بعدني ما طلعت فيها، حاب اني اتعلم يعني على على يد حد خبره يعني. طبعا خطره الصحراء خطره اذا ما كنت تعرف. مرحبا، انا ناصر من ابو ظبي، حاب اني اتعرف على سواقة الرمل والمغامرات الصحراويه. عاد برنامج شو تبي قدم لي مساعده ان اتعلم على يد خبير في الصحراء والامور الصحراويه والمغامرات الصحراويه، وشو تجهيزات السياره وشو المفروض ان تكون وكيف في حالة التغريز ولا في حالة التعليق ولا الأمور هاي كلها. إن شاء الله. تمام ناصر. تمام. نروح نتعرف على خليفة. يلا. كنت خايف يعني كثير من الصحراء، قد ما نبهوني منها إنه كثير خطرة ومخاطرة، واليوم الحمد لله يعني بوجود الخبير اللي ممكن يعلمني ما أعتقد إنه في خوف، وبدي أطلع على أكبر تل اليوم إن شاء الله. لهناك هذه. حيا الله. مساك مرتاح. اهلا وناصر. حيا الله ناصر. مرحبا خليفة. الحمد لله. مثل ما قلت لك ناصر، هذه سيارته برادو، اعتقد البرادو زينه بالبر. نعم. وطبعا ناصر من سنتين عند البرادو. اوكي. وناصر موجود وعندك ناصر. مرحبا الساعة في برنامج شو تبي. انا خليفة من ديزرت روز. اليوم على اساس اني انا الخبير، فالخبرة عندي اياها من زمان، فان شاء الله الامور بتكون طيبة، وبنطلع الاخ ناصر بنراويه كل الشغلات في التقطيع والديون باشنج، وان شاء الله الامور طيبه. ابغي بس تعلمني كيف يعني كيف تعرف خلف الطلعه هاي شو الامور، وكيف يوم بتيجي تطلع الطلعه شو الجير اللي تحط عليه، شو الغيار اللي تستعمله، ونزول القوي كيف تنزل بريك بدون بريك، الامور الصحيحه. فكل كل الامور اللي تحتاجها انك تدخل البارك. مو مشكله، الامور كلها بسيطه، وان شاء الله بس نطلع نتفاهم. يلا فاذا الكاميرات راح نطلع، الكاميرات راح تطلع ويانا بالسيارات اعتقد. ويلا ونشوف النصايح ونسمع من عندك، عاد نتعلم من عندك. بارك الله فيك خليفه. يلا زين. يلا نتوكل. يهمنا السيفتي اول شيء، من دون السيفتي احنا ما نطلع بشكل عام، احنا كشباب ولا كشركه ولا شو ما كان، سيفتي اهم شيء عندنا. فبنعلمه اياها، وانا صراحه كملت حول 7-8 سنين الحين خبره في الرمله، الحمد لله ما صار فيني شيء، وكله لاجل السيفتي. نحاسب ونراعي كل كبيره وكل صغيره. اول شيء من ناحيه السيفتي الاخ ناصر. ايوه زين. مثل ما تشوف اول شيء الحزام ضروري، حزام الامان. ايوه. وبالخلف زين، وبالذات في الخلف. لا بالخلف. في الخلف اللي ما عنده شيء يمسك فيه. خذ راحتك. زين زين. انا وين راجع؟ اي اوكي زين. طبعا انا مو متحزم، اضطرني اتحزم يعني. لازم لازم سيفتي سيفتي. بدون حزام احسن. قول ليش؟ ليش؟ الحزام بالنسبة لكم أنتم سيفتي، بالنسبة لي أنا مهلك، لأن جيت على مكان ما أعرف شو السالفة، إذا جيت سحبت عمري الحزام يمسكني. بيمسكني. إذا مسكني أنا ما أعرف شو السالفة قدام. ففي الحين النزلة هاي نزلة قدامك. نزلة عادية. عادية، بس أنك أنت تعرف الطريق وراها. أنا أعرف الجديد الطريق. اللي ما يعرف الطريق. إحنا ترى رايحين نوديك بقعة منطقة ما في شيء جديد.
عليك وعلينا. زين. اوكي؟ زين. وهذه المنطقة هذه قدامنا. زين. زين مثل ما تشوف. الحين هاي نزلة عادية تشوف شو وراها على طول عادي. هذا عادي. هي. بس نفس هذيلاك اللي هناك هني المشكلة. يعني هناك انت ما عارف يعني نفس الموضوع. هذا انا مو بعارف شو الموضوع. ايوه. زين. فالحين علشان انا بعرف شو السالفة. زين. لازم اجي اخذ لي لفة واطالع اول شيء شو السالفة هني. هل في مجال اني انا انزل ولا ما في مجال؟ هذا اذا ما في مجال هذا اللي ابغى اتعلمها انا. زين بالنسبه للجير انت ناصر موضوع على طلعه الحين على طلعه تحط واحد زين وتروح انا زي. لازم السالفه سالفه فيها ان جيرز احتمال ما تروح فانت تيجي على مسافه طبعا مش بس كذي تعطيها شوي زياده باور تعطيها عزم ايه تعطيها عزم وتطلع السيارات ال 6 سلندر شويه تكون تعبانه زين اما 8 سلندر امورها طيبه زين وتروح الحين انا بنزل صوب الثاني بس مو بعرف شو في زين اروح وتم طالع ان الوضع تشوف من هناك بس أوكي. الوضع مخيف اقدر اشوف ان الامور طيبه في سيفتي ما في شجر ما في شيء ما في شجر ما في شيء ما في حقنه ما في دق ما في قص ايوه زين اقوم الف قدام وارد مره ثانيه وانزلها عادي كيف تنزل الحين بس ابغى اشوف هاي كيف تنزلها زين يوم بتي انت مبين ناصر اهم شيء عندك اللي هي هاي القص القص هذه مهمه عندي انا مهمه كيف كيف تنزلها نفس كذي جاي على قص اوكي هي. الجير من الافضل انه يكون في جير واحد واحد ليش؟ لانه ما تعرف شو يقدر يستوي معك زين شوف صوب الثاني الحين كله شير صعب اني انا اروح اقص زين فاقوم اكمل برايا مو مشكله اروح لين قدام وارد اشوف مره ثانيه ها كيف في مجال اوكي هنا في مجال زين هذه في مجال ايوه زين الحين تحرك تعطيها واحد ايوه شوي شوي بس تبدا تتحرك بريك بس بريك تم على بريك الحين اشوف في شياره قدام لف شوي واسحبها شوي شوي تنزل عادي الامور طيبه روح بس ناصر ايوه لا تخاف يا اخي خوف وين تمشي انت شوي 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 عادي 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 وقف يا رجال شوي شوي انت كيف تعرف الامور طيبه انت تعرف يمكن وراها شو ترى انت يوم تي يوم تطلع رمله زين الافضل انك شو تسوي تي اول شيء تاخذ لك لفه على المنطقه اللي انت بتروح تقطع وكذي لا تسوي لي فيها ان انت بطل هي ما فيها بطل ما بطل هاي ما بتمشي معك خوف يا خوف يا رجال ما فيها بطل في ما في شيء ما في شيء اسمه خوف سيف شيء شوي شوي زين بالراحه تعلم شوف شو في شو ما في بعدين خير ان شاء الله الحين راوني كيف بتقص هاي القصه ابغى اشوف القصه انا كيف هاي اللي انت شفت وراها الحين شو فيه اوكي بس راوني كيف تقصها الحين زين انت قبل شوي ما شفتنا لفينا وطالعنا ايوه زين اوكي الحين طمنت انه وراها بس انه وراها انت طالعه صغيره شبرين وخفت شويه يا اخي الحين بقوي قلبنا يعني ابغى اشوف كيف يقصها هاي لازم يقوي فالحين عرفنا شو فيه صح؟ عرفنا نعطيها جير واحد ايوه وتم ماشي ليش خليك على واحد؟ زين لان من بتوصل فوق اذا على جير اثنين يمكن تكسل معاك وتعلق واذا علقت في مكان نفس هذا اوكي زين تقدر تتورط واه 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 شوي 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 بعد شوي شوي اكثر عن كذي بعد يا رجال نزلت سيارات يبس تريوري الله يغرب ابليسك يبس تريوري خوفتنا يا خليفه ها لازم بعدها شويه خفيف هذا كله هذا خفيف؟ هذا خفيف بس سهلة يا أخي شوف هي سهلة ترى سهلة هي الحين شوف أنتوا خايفين لأنكم أنتوا قاعدين زين يوم أنت تسوق الوضع مختلف جدا جدا يا رجال ذاك اليوم أنا ضربت بريك على آخر الطلعة وعلقت السيارة في النص تمت عالقة ما في ما هذا أكبر غلط يوم توصل على النهاية لا تمسك بريك حاول بشتى طرق أنه تدعس شوية من تشوف خشم السيارة طايح مش طايح أنه بس طلعت كذي لا طايح طايح تحت طايح خلاص هني وقف اذا انت تبغى توقف اما بشكل عام هي السياره المفروض انها ما توقف لان اذا وقفت فوق تشنقل عليك الشنقله معناتها انها هي تعلق خلاص. اذا علقت السياره لازم تدبر لك حد يعني انت يوم بتطلع سفاري ما تطلع روحك لازم تطلع معاك ناس
انما مجموعه وعندهم مجموعه سيارة. وعندهم كل العده من ناحيه حبل، من ناحيه ماكينه هواء كومبريسر، من ناحيه توائر سبير في حاله اذا التاير يعني تبطل وان الحاله مره. زين انواع السيارات تفرق، انواع السيارات تفرق طبعا من سياره لسياره. شو احسن سيارات في البلد؟ احسن سيارات احنا كشركه نستعملها التويوتا. زين ستيشن ليش؟ لانها اوسع سياره زين، وفي مجال انها تسحب معك. هذه بعد مره بعد مره زين. هاي بعد مره شوي 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 يا رجال شوي شوف الحين اعطيها على اثنين. زين الحين على اثنين وصلت اخر شيء. الله الله لو مسكت بريك بتعلق تعطيها ريس تسحب معك عادي. بتشوف ما حولت على واحد سبيت على اثنين. هذا لان انا كنت واقف الحين يوم على الماشي تمشي غير اثنين عادي. ما شاء الله عليك ما شاء الله. زين تستعمل الهاي هذا اللو الدبل اللو ولا لا الدبل العادي؟ احنا في السياره هاي متطوره شوي فيها فص نشبك عليها ستي فور ويل درايف في عندنا بس اللو ولا الهاي؟ زين اللو الهاي 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 ايه. ومتى تستعمل اللو؟ زين اللو في حاله اني انا غرست بس في حاله اني غرست تستعمل غرست ولا بس حب حد مغرز اسوي الحركه هاي لان اللو اقوى يعني. زين ايه. وطبعا احنا نفضل انها تسحبها ريوز. زين زين الحين هاي النزله نزلناها تشوف شباب يمشون على اليم شي كيف يا اخي؟ هذا يسمونه ضرب خيط، تضرب الخيط عادي. هذه راح نجربها يعني؟ زين راح نجربها بس لان اريد اعرف انا شو في صوب الثانيه. شفت كيف؟ لازم اشيك، لازم اشوف شو في شو ما في. هي المفروض تمشي غير واحد. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله بسم الله يا رجال يا رجال. ويل 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 الله يسامحك الله يسامحك. ها ها ناصر يود 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 تجاهد الله يا رجال. بس 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 نزلني 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 يا رجال ذبحت الله يغرب البس. بس بس وقف هذا يوم تسمع قص شو قص خيط وقف داخل 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 خلاص خلاص وقف وقف بس وقف وقف انزل انزل شوي بس لا وين خذ اخذ اخذ نفس يرى وقف قلبي وقف الله اكبر. شفنا الموت بعيوننا يا جماعه. زين هذا شيء عادي شيء طبيعي. الموت بعيوننا ماي ماي جيبونا ماي. انا بدري ما سويت شيء. شو رايك انت الحين وانت برا تشوفني انا شو بسوي يوم بكون بروحي في السياره؟ ناصر هو اوكي تو بادي بس في شجاعه في نفس الوقت الخوف ضارب شويه. فالحركه اللي صارت معاه يوم بعد ما قط نزلت من عرقوب وتم هو خايف ووقف ووقف وبنزل وانت صراحه خوفتني وطيرت قلبي فالكلام هذا انا متعود عليه. بس انه جايه من واحد ويبى يتعلم الشغله هاي شويه يعني اتس فاني. اول ما طلعنا بالسياره وراح يقص فينا قص العرقوب وهو كان عارف العرقوب شو وراه بس انا ما كنت عارف العرقوب شو وراه وقصه مره واحده وصراحه بطلي قلبي يعني خلاص قلت له نزلني نزلني خلاص صرخت وقلت له نزلني ما بطلع معاك تشهدت بالله قلت اخر مره بطلع. بس بعد لما شفت اللي بعدها ولما رحنا من الناحيه الثانيه كان الامور سهله يعني ما كان فيها صعوبه هاي. والله يبالها مش مره هذه يبالها 20 طلع لي ما اتعلم. لا ما عليك بتتعلم بس هذه اشياء بعد شوي بتطلع يعني. بسيارتك زين وبقول لك انا شو تسوي يعني بنجرب الحين. ايه لازم تجرب. انا لو كلام بس ما بتقدر. لحظه 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 ممكن ناصر انه يسويها؟ ايه ممكن ناصر يسويها بس تبالها قوه قلب يا اخي. اذا خفت مشكله انت بتجلس وياي؟ زين انا بجلس وياك. هيك بتجلس وياي في السياره؟ بجلس وياك في السياره وبقول لك شو تسوي شو ما تسوي. زين اوكي. والله انا ما راح اركب وياكم اخاف. ليش؟ لا يا رجال مثل يعني ما طلعت وياي بتطلع وياي. سبع سنين خليفه. سبع سنين في شو؟ يعني سبع سنين تسوي هالسوالف هذه. زين 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 انا اركب ويا ناصر تو قاعد يتعلم. ليش خايف؟ يعني انقلبت السياره. ما بتنقلب يا ابن الحلال. ليش بتنقلب؟ انا ما بودي مكان بقى انه يقلب السياره. بودي مكان ناصر انت خايف شويه؟ والله شوي. وين وين تبغى وين ساير انت؟ شوف انا قص انا على طول. لا ولا قص ولا شيء. شوي شوي زين. عادي امور طبيعيه عاديه. نفس كذي يوم تحس عمرك انك بتتورط تعطيها غير واحد تمشي معاك السياره ولا كانك في شيء صاير. في
شوي 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 اكسر عليه اكسر بريك يا رجال مو بكذي هذا اللي بيدمرنا اليوم هذا اللي ناوي ينقع عليه رباكات الله اكبر اوكي الحين زين اوكي اوكي الامور طيبه بس ناصر انت زين تدوس يعني بالسياره هو هذا احلى شيء انه ما يخاف يوم انه اشوف قدامي زين يعني شفت ان البقعة اللي احنا بندخلها كذي يا اخي روح من لازم يعني تخذ خضره مو بقواطي روب احنا اي والله ولا شو رايك؟ اي والله قلنا امورنا في الروب بس انت سويتنا موضوعنا بالروب. موضوعنا احنا انت سويتنا احنا في الروب لا تتهور لا تتهور لا تتهور وبدا يتهور لا بس ابغي اشوف سعد عيش مندمج بالموضوع يعني هذا شوف الاثر وين انا مشيت ايوه الحين امشي امشي هنا ايوه عادي نزله عاديه نزله عاديه روح هناك لا ابغى اي من الصور الثانيه اطلعها هاي كيف ما سوينا القص نزل القص هذا ايوه القص زين روح قص القص احنا عندنا يعني شاورما لا والله انت الصاج هو خيار ولا الحين بتشوف الشاورما كيف بسوي لنا سلطات لا لا يا معود لا تسوي شاورما بسويك شاورما الحين الحين اوكي من هنا قص لا كمل فوق يا ويلي الله لا بس من هنا يطلع يسار وين انت وين وين قصيت هذا بس تروح شوف الاثر ايوه بس بسم الله بسم الله سمي سمي شوي 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 بسم الله شوي شوي بريك بسم الله ايوه حلو اوكي شعور كيف الشعور كيف تحس شفت السيفتي بالنسبه لي انا الراكب كيف ايوه بالنسبه للسائق لانه حاط ايديه فهو شوف مسوي لوك ايوه مسوي لوك بس بالنسبه للسائق صعبه شوي تكفل لازم نشوف اوكي يا عمي خليه وعليه تلعب ناصر تلعب اوكي والله دريو طلع والله في امل في امل ها طلع دريو ولا في امل صدق عمره دريو ولا والله عادي يعني عادي بعد شوي نغرز يعني. هو عادي شكلنا شي يابا نغرز واحد باكر بعلمه السواق اصبر اوه صرت معلم مره واحده لا حول انزل شي من هنا ولا عادي وانت بتصير انت الحين روح سيدي شي شوف وين بصير هذا السياره امشي شوي شوي عادي شوف الحين تيجي شي ما تعرف كيف نازله خف شوي شوي خف عليها شوف لو نزلنا هناك كان علقنا في الشيارة ايوه هذه اللي اخاف منها شوف هذا الدرب هذا لو ما انت مشيت انا ما اقدر امشي بالطريقه هاي صراحه زين مشي في مكان ثاني علم الدرب كمل شيء على يمين شويه على طول ايوه لا خليه بالمكان اللي عرفه لا يا اخي ابغى اشوفه خله يتعلم شوف عينه نفسني شوي 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 يطلع شوي شوي طالع وين رايح ايوه شوف الدرب كيف الله هذا تكسر انت تشوفه عادي صار. بس هذا يقدر يعوي لك شاص السياره والله ايه غلط هاي الطلعه غلط الطلعه هذه تنزل منها واذا بتطلع طلعه نفس هاي مجبور اطلع سايد لا تطلع بالوي تطلع بالوي هذه الطلعه اذا بطلع شيء بتسوي نفس الحركه بس نفس الحركه ها ايوه ما بعدين ما بتمشي السياره معك لانه ما في مدى انت وين قاعد تتاشر ناصر تتاشر على هاي من 20 متر هاي من 20 متر راح تصعدها هذه ابغى اسيلها زين كيف تصعد خليفه ايوه يصعدها يعني انت يصعدها يجرب واثق ما ادري يجرب بس احنا شنو موضوعنا بالحرام موضوعنا ما عليك مو بلابس الحزام الله اكبر تشهد تشهد الله بس خلاص بس وفت يا مو قلت لك راح يغرز هو غرز غرز والحل ريفرس حط ريوز حط ريوز وين ما تشوف ورايره استعمل هذيل المرايات بس شوي 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 سكان سيده سكان سيده ايوه اوكي بس ايوه شوف السياره كيف تسحب معاك شوي شوي بروح زين أيوة. عندك كاميرا تنزل مع الرمله عندك كاميرا يا ما تقدر تشوف رمله كلها شفت حتى القمره ما تنفع اي أيوة. والله شوف الرمله الحين اوكي الحين خلاص صح خلاص ريس وهي طالعه طلعت هي خلاص كمل بعد أطلع. بعد ارجع 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 ما تطلع شيء الحين يعني وين ما بتطلع ما في مدى تطلع وين تقدر تطلع ارجع ارجع بعد ارجع بعد ارجع ارجع خليك سيدة ارجع 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 في مجال في مجال في مجال بعد خلاص في مجال بتطلع الحين الحين بتطلع خلاص اهم شيء ترفع الجامعة لا تقيسها ليش ما طلعت جير اوتوماتيك؟ زين لا مش لانه جير اوتوماتيك ما في مدى
روح فرس فرس. الله اكبر الله ما تطلع. شوي باقي لها بتطلع. اي شويه حرامات بس خلاص ارجك ما تغرس طال عمرك. بس تقفل ريوز خلاص الحين دام انك تجي انت ما تغرز انت ما بتغرز. اما اذا وقفت فوق هني الورقه تعلق السياره. وين جاي هذا؟ هذا طال عمرك يبان يباي يتصورنا. يلا يلا الحين نشوف. تبغى تسعدها؟ بتجرب اخر مره؟ اي بنجرب اخر مره. يلا انا بعد خلاص ما تقلبي. تشهد تشهد يلا تشهد انت. لا لا انت تشهد بس ما تجيب لك مصحف؟ تشهد 20 مره تشهد. نلفك من الحين؟ ايش اسمه؟ ليش ما تصلي عليك؟ حرام عليكم بعدني شباب. كيف شباب؟ خلاص عجزت؟ يا ريال اذا خفت من هاي؟ في البر ما يبالك. يلا ناصر حيو ناصر حيو حيو سيدة 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 لا تلف يمين ويسار سيدة بس روح ما عليك روح. ها ناصر خلك من السكند ستارت هذا قلت لك انا من الاول. ليش؟ بس روح فرس. الله اكبر روح روح. لا ليش ليش بريك خف ليش دحيت بريك لا شلت ريول قالت خلاص والله واصله فوق. الله بس والله ما شاء الله عليك منتبه. قلت هذه اول ضحيه في السياره الكاميرا منتبه من الخوف. انا منتبه هاي صار رابع مره ولا قدرته. يلا اقول لك دائما رابع خبزه محروقه صحيح. اي ما في زيتون ما بحط زيتون. دوس 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 بس. الله اكبر. اوكي اوكي اوكي. قلبي قلبي ويلاه. شوف الحين وين طلعنا احنا وين مشينا؟ هنا من ورا الحين. مبروك ناصر مبروك. الله مبروك والله تستاهل تستاهل. باكر بعلمك انت باكر جيبك انا بعلمك. لا 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 خليفه لا بشر بشر انت ويا ان شاء الله الاوكي. لا 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 لا. ان شاء الله اوكي. ليش لا 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 ليش؟ 20 متر ركبت وياك كم مره شاهدت؟ مرتين بس 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 مرتين. هل قدرت عليه؟ بس مرتين. 10 متر شاهدت مره. يا ريال خويف هو جبان يا اخي. منو اللي جبان؟ جبان هو جبان. اي جبان ما عنده خبره اي جبان. يلا بس الحين الحين بنروح زين. بنروح بنروح على الخيمه هناك وبنشرب شاي. يقربون عنا بس وياي بيطلع. لا 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 وياي حلفت حلفت ولا اقول لك خلاص روح. شلنا ما يتشاهد قاعدين تتبنوني ما راح اركب وياك. كل ما يتشاهد اخذ اجر انا كل ما يتشاهد. يلا بنلتقي هناك. ها مرحب سلام. يلا في امان الله ناصر مع السلامة حبيبي. تشهد تشهد فديتك تشهد. يلا اشوفك على خير. ها مجرم؟ اذا اول مره كذي سويت كيف ثاني مره ثالث مره بس بعلمك تعرف المره الجايه. لا لا تعلمني المره الجايه انا بعلمك السواقه مضبوط يعني مثل خليفه. كيف علمني خليفه بس على دبل خليفه يعلمني مو ناصر. الله يطول لي عمرك. بعدني اخاف منك بس هذه شهاده اعتز فيها صراحه يعني ان بخبر الشباب كلهم ان عندكم خليفه. لا ما شاء الله عليك 100% ما شاء الله عليك. في طلعت اليوم استانست بصراحه وما توقعت ان ناصر يتعلم بسرعه بهذه السرعة يعني. تفاجأت فيه وايد من بعد الوناسة هذه كلها. زين أحب أن أشجع الشباب أنهم يجون ويسوون طلعة سفاري هذه وطلعة الرملة. طبعا نقول شكرا خليفة ما قصرت ويانا. عفوا شركة ديزرت دروز ما قصرت ويانا ما شاء الله من خيام من سيارات من كل شيء ما قصرت. ونقول للناصر مبروك أنت خلاص
الله يبارك يعني فيك. وبس المره الجايه علي انا بطلعكم طلعه من الاخر. خلاص بسيارتك. بسيارتي فارق طيب، بامنها شامل وبطلعكم عليكم. بس اسكت طلع مطلع لحظه فور فيوتشر ريفرنس، بنجيب معانا اكسترا اير باكس لعله. لا ومطلعني فوق بدون تامين بعد. اي هذه عمسوريتي، ولبست حزام عمسوريتي الخاصه. هذه عمسوريتي الخاصه. لا شكرا يا ناصر، شكرا يا خليفه. يا حياكم حياكم والله. والله كانت تجربه اليوم كثير ممتعه في المغامره، يعني كان البرنامج حقق لي الامور اللي كنت بدي اياها من ناحيه التعليم في الصحراء وتعليم الشغلات السيفتي اول شيء. مبروك يعني. ها الله يبارك فيك والبركه بعد في برنامج شتبي ان ما قصروا يعني وعلمنا الامور هذه كلها. لا شو تبي ما يقصرون، الشباب كلهم ما تقصر ان شاء الله. ما يقصرون الشباب، وبالنسبه للي بي في المستقبل حيا الله المكان موجود واحنا موجودين وحاضرين، اي استفسارات يا عمر. والصحراء موجودة طال عمرك، والأمبلانسات موجودة قريبة، والشرطة قريبة. إذا كان ناصر موجود هذا اللي تحتاجونه. إذا شفنا إسعاف ولا شيء في المنطقة عرف إن ناصر. شوف ناصر قاعد ورا. أيوة هو اللي مسوي مشاكل. لا لا بخبركم قبل لا أطلع الصحراء بيوم إنه لا أحد يجيك، لا أحد يجيكم من باب السيفتي. زين بس هي السيفتي أهم شيء، مثل ما قلت أولاً سيفتي، ثانياً سيفتي، ثالثاً سيفتي. بس بعدين فن ونشاطات. ويلا فعلاً نتوكل إحنا. خلاص نتوكل. يلا انا يعني اللي يعني اللي شافه خليفه مني بعد بعد الطلعه اللي طلعناها ان الامور هاي المناطق اللي رحتها انا وخليفه ورحت انا لحالي اني عارف فيها، بس الحين حط لي مكان لحالي صعب ان اكون بهالجرأة هذه، بس بتعلم شوي شوي مثل ما قال خليفه شوي شوي. بالنسبه للشباب اللي يبون يطلعون البر بشكل عام وما عندهم خبره احنا نقول لهم طلعوا، ولكن شوي شوي يعني جرب مني لا يسوي عمره انه هو سوبرمان ولا هو بطل روح يا او هالمكان اوكي وراح وضرب. شوي شوي تعلم شويه، اليوم طالع يدور شباب حد يعرف مني ولا مني يعرف الامور هذه يطلع معه، يدور لحد اتليست مينيمم. عن نفسي انا بقول اكسبيرينس 2 ييرز اقل شيء عنده خبره رمله. قهوه يا انا زين جاي باكر دوام والدنيا صارت ليل والمخرجه موجوده، يعني اذا جيت متاخر باكر عصبيه في قصر قاب يعني. لا لا اقول انت اسمع قول طلعت مع ناصر بس انا من ما انام اذا اشرب قهوه ابدا ما راح انام، فنتوكل زين ونقول تصبحون على خير. نقول تصبحون على خير وفي امان الله. يا الله حياكم الله. السلام عليكم. سلينا وايد وايد في اشياء صارت اوف كاميرا زين، انا الفيكتيم بس بصراحة يعني الكرو اللي كان موجود مصطفى وعلى راسهم الشباب الباقيين وناصر ما قصروا صراحة لحقوا عليه، بس الحمد لله ما صار فيني شيء يعني مثل ما تشوفون أنا ترى اليوم صاير فيني شيء بس ما استوى بشيء. فهمت شيء؟ إنزين خلي يقطعني أنا ما عندي مشكلة متعود روح شبابية. شو اسم البرنامج شو تبه أنا بتقطع يلا خلنا أهم شيء الناس تستانس ويضحكون. فرصة سعيدة. احنا نسعد نشوفكم على خير. نشوفكم على خير ان شاء الله. منيتوا ومشكور يا خليفة. صار كم من مواقف تسلية يعني مثل خليفة جاي راوينا انه يسوق الدراجة، بس هاي ما تصورت خلف الكواليس، بس انه كان يصور كان يراوينا انه يسوق الدراجة وانه مبدع في الدراجة وانجلب والله ستر الحمد لله رب العالمين. مثل ما قال السيفتي السيفتي الله يعينه عاد. شو تبي بصراحة أبدعتوا وفهمتونا الليلة صراحة ما قصرتوا معانا، وإحنا إن شاء الله إن ما قصرنا معاكم إنزين من أي ناحية من النواحي شو ما كان إن شاء الله يعني ما نكون قصرنا معاكم، بس أنتوا فريق ولا في الأحلام على قولتهم أحيد أغنية ولا شيء بس يلا يمشي. بشكر الشباب اللي موجودين المخرجة مساعدتها ساوند حبيب قلبي هذا، والشباب الباقيين كلهم على راسهم مصطفى طبعا كون انه هو اللي كان ضحيه المغامره اليوم مع الاخ ناصر زين، وطبعا اكيد الشكر الكبير بيكون الاخ ناصر نفسه كون انه يعني لانه في شباب من النوع اللي يستحي يقول لك يا اخي انا اريد اتعلم بس استحي، والله انا ريال اشكبر شعرضي واروح واتعلم الشغله نفس هذه مو بحلوه،
زين ناصر ياه وقال انا اريد واحنا سوينا له كل شيء ولا يعني ان قلنا له لا وانت مو بريال وما ريال وما ادري كيف ولا وهاي حركات لازم انت تكون تعرفها لا بالعكس السؤال احسن من انك تروح تسوي بروحك سيفتي 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 وسيفتي اقول لهم يعني نعمل انتحار ويا خليفه بس مره يلا يلا في امان يلا في امان كريم السلام عليكم صراحة أشكر برنامج شو تبي على أنه حقق لي أمور كنت يعني أتمناها وجت من ناحية برنامج وتصوير والحمد لله رب العالمين جت من نصيبي أنا يعني أني تعلمت السواقة في البر وبدون خسائر وبدون أدفع أي شيء عليها يعني وأمور مسلية كانت الحمد لله رب العالمين هذه كانت حلقتنا لليوم مشاهدين نشكر حسن المتابعة نشكر ناصر نشكر خليفة نشكر فريق عمل شو تبي وإن شاء الله نشوفكم الأسبوع الجاي كان يوم صراحة مو طبيعي شكراً كلكم نشكر الجميع كل الموجودين تشلينا خلاص صارت الدنيا ليل لازم نروح لازم نترك الصحراء وأقول لكم مرة ثانية نشوفكم الأسبوع الجاي بحلقة جديدة مشتركين جدد دراما جديدة نشوف شنو اللي راح يصير طبعاً مع المشتركين وإن شاء الله نتشلى كلنا مع بعض أوكي الأسبوع الجاي باي باي